لا أزال أذكر جلسة مع الرئيس ميتران عندما أعجب به قال له ماذا تفعل في السياسة وأنت لديك الأفكار العميقة في الأدب والفلسفة والشعر والفنون، وأوعز إلى محطات التلفزة في فرنسا أن تستمع وأن تستحضر مجموعة من كبار المفكرين ليناقشوا كمال جملات في اليوم التالي، وبالفعل بقيت ساعات كل محطات التلفزيون يتناقشون مجموعة من كبار المفكرين الفرنسيين مع كمال جملات. أثار الإعجاب والتقدير وطرح قضية العرب وقضية لبنان وقضية الشرق برمتها في أوروبا، في فرنسا، في قلب أوروبا يعني.